أيها الإخوة الأفاضل، في الحقيقة أنا سعيد جدا بوجودي هنا معكم في هذا المسجد العامر وبين أحضان هذه الجماعة المباركة، وسوف أحاول ما أمكن أن أقدم خطبة متواضعة حول موضوع يناسب هذه المناسبة. ثلاثة كلمات أو ثلاث كلمات في القرآن الكريم ربما نقرأها دائما لكن لا ندرك أو لا ننتبه إلى معناها، غير أنها في الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى أنه قدمها بشكل بليغ من حيث اللغة ومن حيث البلاغة، فهي كلمات محكمة في عبارة قرآنية محكمة مركزة ولو أنها قصيرة. أنا المؤمنون إخوة، كما في الآية العاشرة من سورة الحجرات. هذه العبارة القرآنية في الحقيقة هي عبارة موجزة، والإيجاز هو من خصائص البيان والبلاغة القرآنية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أنه يعبر عن معاني كبيرة، عن معاني متنوعة، لكن في عبارات وجمل وآيات قصيرة ومركزة. وعندما نتحدث عن الأخوة بصفة عامة فنحن نقسمها إلى ثلاثة أنواع من الأخوة. هناك الأخوة في القرابة وهو ما يعرف بالأخوة البيولوجية، ثم الأخوة في الدين وما نطلق عليه الأخوة الإيمانية، ثم في الأخير الأخوة الإنسانية. والآية الكريمة في سورة الحجرات تتعلق أو تتمحور حول الأخوة الإيمانية، بمعنى الأخوة في الدين وفي العقيدة. هذه الأخوة تقتضي وتتطلب منا الإصلاح، بمعنى أننا دائما أن نصلح كل ما يسيء ويهدد هذه الأخوة. أما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فالله سبحانه وتعالى يطلب منا دائما أن نصلح ذات البين، أن نبحث عن حلول طارئة وعاجلة لأي مشكلة تحصل بين المسلمين سواء كأفراد أو كجماعات ودول. فالإصلاح مسألة جد مهمة في القرآن، لكن للأسف الشديد نحن عندما نتأمل الآن حالة المسلمين ووضعية العالم العربي والإسلامي نجد أن هذه العبارة القرآنية إنما المؤمنون إخوة لا نجدها في الواقع، لا نلمسها في الواقع. الواقع هنا للأسف الشديد تعتريه الحروب والصراعات والاقتتالات في كل مكان، بل حتى بين الأشخاص. نحن الآن في كثير من المساجد والمؤسسات الإسلامية نرى أن هناك صراعات حول أمور تافهة للأسف الشديد، وهذا يعني أننا لم ندرك ولم نفهم هذه الأخوة الإيمانية التي يتحدث عنها القرآن الكريم، ليس فقط في هذه الآية وإنما في آيات متنوعة، ويوضحها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في العديد من الأحاديث النبوية الصحيحة. إذن إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والتقوى هنا مسألة من الأهمية بمكان، لماذا؟ نحن لأنه بالتقوى يمكن أن ندير شؤوننا الدنيوية والأخروية بشكل صحيح وسليم وفقا لما يأمرنا به الله سبحانه وتعالى. هذه الأخوة الإيمانية بين المسلمين أنها كلما تقوانا بالله كلما استطعنا أن نقوي كذلك هذه الأخوة، وبهذا التقوى يمكن كذلك أن ننال إحدى أكبر الأمنيات التي يتمناها كل مسلم وكل إنسان، وهي الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى سواء في الحياة الدنيا أو في الآخرة. واسم هذا المسجد كما سمعت من الأخ ميمون هو مسجد الرحمة، مسكفا بارمهارت هيد، وهذا الاسم في الحقيقة جميل، لكن أتمنى أن تنعكس هذه الرحمة بيننا.
بيننا كأفراد، ثم في هذه الجماعة المباركة في هذه المدينة. فكما ترون أن مسألة الأخوة الدينية في الإسلام أنها ترتبط بمجموعة من القيم، بمجموعة من الأخلاق المهمة كالإصلاح مثلا، والتقوى، تقوى الله، ثم كذلك الرحمة، والرحمة هي مسألة أساسية في حياتنا. بل وإن الله سبحانه وتعالى يوضح في آيات متنوعة هذه الأخوة الإسلامية، يوضحها بأشكال وبطرائق مختلفة، وكذلك السنة النبوية. وأريد هنا أن أشير إلى الآية 103 من سورة آل عمران، التي يشير فيها الله سبحانه وتعالى إلى أو يقول لنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهنا حبل الله لا نقصد به ذلك الحبل المادي، الحبل المصنوع بالحلفاء أو بأي مادة أخرى، وإنما كما في التفسير حبل الله عهد الله، ذلك العهد الذي اتخذناه مع الله سبحانه وتعالى على أن ننتهي بنواهيه ونأتمر بأوامره. هذا هو العهد، هذا هو الميثاق، هذا هو مع الله سبحانه وتعالى. ثم في تفسير آخر، وهو كذلك ورد في حديث نبوي، جاء فيه أن كلام الله هو ذلك الحبل الممدود من السماء إلى الأرض، أنه ممدود بالوحي، بالبركة، بالخير، كذلك ممدود بخطة للإنسان وللإنسانية حول حياته، سواء في الحاضر أو في المستقبل. ثم بعد ذلك تشير هذه الآية، تشير إلى أن العرب أنهم فيما قبل مجيء الإسلام كانوا أعداء، أنهم كانوا أعداء، لكن مجيء الإسلام أنه ألف بينهم فأصبحوا إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهذه تثير هذه المسألة أو هذه الآية تشير إلى سياق تاريخي، بمعنى أنه بدون هذا التاريخ لا يمكن لنا أن نفهم هذه الآية. حيث في المدينة المنورة، المدينة كان اسمها فيما قبل يثرب، قبل أن يهاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت تعيش فيه قبيلتان، هما الأوس والخزرج. هاتان القبيلتان كانت في حروب دائمة، في صراعات، حروب تمتد إلى عشرات السنوات. بل إن أخبار الجاهلية والشعر الجاهلي يتحدث عن بعض الحروب التي وصلت إلى 40 سنة، وهي والقبائل العربية، مختلف القبائل داخل الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية، تقتتل لأسباب تافهة، غير أنه بمجيء الإسلام أنه آخى بين هاتين القبيلتين. ثم أن أول خطوة قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر مع الرعيل الأول من الصحابة من مكة إلى المدينة عام 622 بعد الميلاد، وذلك هربا من بطش قريش، هربا بدينه، لم يهاجر من أجل ملك معين، لم يهاجر من أجل تجارة، وإنما هاجر من أجل هذا الدين، هاجر لأن يحمي الدين الإسلامي حتى يستمر في المستقبل. عندما هاجر هاربا بدينه مع المهاجرين، استقبل باحتفاء كبير من قبل الأنصار. الأنصار وهم سكان المدينة الذين استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ووفروا له مختلف الظروف ليستقر هناك مع المسلمين، وكذلك ليؤسس لأول مرة الدولة الإسلامية في التاريخ. الهجرة، منذ الهجرة تبدأ الدولة الإسلامية. وهذا وأول موقف قام به هو أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. وهناك قصص كثيرة وأحاديث كثيرة تتحدث عن طبيعة هذه المؤاخاة والأخوة، الوقت لا يسمح لنفصل في ذلك، فقط أريد أن أقول هنا أن تلك الخطوة لها أبعاد متنوعة، لها أبعاد أخلاقية، أبعاد تربوية، أبعاد اجتماعية، أبعاد سياسية، وكذلك أبعاد دبلوماسية. هذا الحقيقة كلام جميل وبليغ حول الأخوة في الإسلام، لا سيما في القرآن الكريم. لكن السؤال المطروح هو: هل سوف يبقى هذا الكلام نظريا، بمعنى نحن نتحدث عن هذا الكلام لكن لن نلمسه في الواقع؟ السؤال: كيف لنا
أن ننقل هذا الكلام النظري إلى الواقع، كيف نترجمه في واقعنا ونرى الأخوة شيئا ملموسا في الواقع، نرى الأخوة بدل الحروب والعداء والشحناء والكراهية بين المسلمين. الحقيقة هناك طرق متنوعة في القرآن والسنة لكي نحافظ على هذه الأخوة ونترجمها في الواقع. هنا سوف أقتصر على بعض الأسباب أو الأمور في عجالة. من بين الأمور الأساسية لتقوية الأخوة بين المسلمين إفشاء السلام، وهذه مسألة معروفة، إفشاء السلام بين المسلمين، وهناك أحاديث عديدة تدعون إلى ذلك. نحن عندما نفشي السلام ونبتسم لبعضنا البعض فنقترب أكثر من بعضنا البعض ويحترم بعضنا البعض، بل حتى ذلك غير المسلم، نحن نعيش في واقع غير إسلامي، ذلك المسلم النصراني أو اليهودي أو اللاديني عندما مثلا تسلم عليه بسلامه أو بتحيته فهو سوف يبتسم لك، سوف يقترب منك، سوف ينفتح عليك، ولكن عندما لا تسلم عليه دائما تكون هناك حواجز من الخوف ومن اللاثقة. لذلك فمسألة إفشاء السلام هي مسألة جد أساسية. سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم من طرف صحابي أي الإسلام خير، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أن تطعم الطعام وتقرئ السلام على من تعرفه ومن لا تعرفه. السلام للجميع، لكن للأسف الشديد الآن في واقعنا ماذا نرى؟ أن الإنسان لا يسلم إلا على الذي يعرفه، أما الذي لا يعرفه فلا يسلم عليه. بعض الأحيان يسلم عليك شخص لا تعرفه فأنت ترد عليه، ولكن في بالك تقول لماذا سلم علي؟ أين يعني أنا أين رآني؟ هل هناك شيء معين؟ في حين أنه في الإسلام هو أخوك، أخوك في الإسلام، في الدين، في العقيدة، والإسلام يطلب منا أن نتبادل تحية السلام. هناك كذلك مسألة أخرى هي حسن الظن، حسن الظن في أخيك. للأسف الشديد أن هذه القيمة أو هذا الخلق يكاد يغيب بين المسلمين. بمجرد ما يقع مسلم معين في خطأ فنحن دائما نسيء الظن به، عوض ما نفكر مثلا لماذا أخطأ، ما هي الأسباب، قبل أن نحكم عليه فنحن نحكم مباشرة عليه. أنت تلتقي مثلا بأخ لك تسلم عليه، فإذا لم يرد عليك السلام فسوف تغضب وتغيب وتذهب إلى ناس آخرين لتغتابه، مع أنه من الظن ما هو إثم كما في القرآن الكريم، لعوض ما تبحث عن السبب لماذا لم يرد على سلامي، فإنك ربما تقترف شيء وهو سوء الظن وشيء غير مقبول في الإسلام. ربما لم يسمعك، ربما لم ينتبه إليك، ربما كان مشغولا، ربما كان مهموما، لديه مشاكل في المنزل أو في العمل أو في المدرسة أو غير ذلك. لذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذه النقطة. ثم أنهي بنقطة أخيرة وهي المحبة في الله. هي المحبة في الله كذلك من بين الأسباب التي تقوي الأخوة الدينية بين المسلمين، لكن للأسف الشديد نجد أن كذلك أن هذه المحبة تكاد كذلك تغيب وتنعدم بين المسلمين. الآن أصبحت المحبة فقط في أغلبها من أجل المصالح، حتى عندما يتصل بك شخص معين سواء من العائلة أو من الأصدقاء أنت تفكر أوتوماتيكيا، تقول ربما يبحث عن شيء معين، ربما يريد أن يسأل عن شيء معين. إذن المصلحة دائما حاضرة في تفكيرنا للأسف الشديد، في حين أن المحبة في الله هي في الحقيقة من بين القيم النفيسة في الإسلام. أنا مثلا أتذكر هنا عندما كنت طفلا كنت أعيش في قريتي في الريف، أتذكر وكنت صغيرا مثلا جدي رحمه الله كان في المنزل بعض الأحيان يأتيه شخص سواء من القبيلة أو يسكن قريب منه، يأتي إليه ويجلسان يشربان الشاي أو القهوة ويتكلمان عن الفلاحة، عن الزراعة، عن الأغنام، عن الاستعمار، عن التاريخ، عن الدين وغير ذلك. هنا لا تجمعهما أي مصلحة، يجلسان ساعة مثلا
ثم كل واحد يذهب إلى حال سبيله. لم تكن هناك أي مصلحة، فقط يأتي إليك لأنه يحبك في الله، لأنه يريد أن يطمئن عليك، أن يسألك عن ظروفك، عن أحوالك، عن صحتك. فهذه هي المحبة في الحقيقة التي بها يمكن لنا أن نقوي أخوتنا الدينية كمسلمين. وهناك حادث كثيرة، مثلا المتحابان أو المتحابين في الله يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله، وذلك يوم الحشر يوم القيامة. ثم أنهي بحديث جميل جاء فيه أن صحابيا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله متى الساعة، بمعنى متى نهاية العالم، متى قيام الساعة. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل له أو لم يجبه عن سؤاله، بل طرح عليه سؤالا آخر، قال له ماذا أعددت لها، ماذا هيأت لهذه الساعة. فقال الصحابي في الحقيقة أنا عملي قليل